الله الرحمن الرحيم. قمنا اليوم طبعا بتظاهرة جميلة جدا في المستشفى الإسلامي صباح هذا اليوم الجمعة، وإحنا مبسوطين المشاركة كانت قوية، وأنا مبسوط بشكل شخصي كمان من القسم، من أعضاء القسم اللي رتبوا هاي التظاهرة، وأتوقع أن استفادوا جميعا منها على جميع المستويات. نتأمل يعني يتم تكرار هذه الظاهرة بين حين لآخر أو من سنة لأخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور أحمد الشلالفي، استشاري جراحة العظام المفاصل في المستشفى الإسلامي. تشرفنا اليوم في عقد دورة، اليوم هو 22/11/2019، في عقد دورة مهتمة في الجبس والجبائر، وقمنا بتدريب 30 طبيب وممرض على مستوى المستشفى من أطباء العظام وأطباء الطوارئ وممرضين العمليات وممرضين العيادات على تقنية تركيب الجبس والجبائر والمشدات، وتحت إشراف ثلة من الأخصائيين الماهرين والفنيين اللي لهم باع طويل في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، الدورة تكللت نجاح، وكان المشاركة فاعلة، وكان هناك فرصة كبيرة للأطباء والتمريض أنهم يعملوا هاي الإجراءات بإيدهم بنفسهم تحت إشراف المشرفين على هذه الدورة. بهذه المناسبة السعيدة أوجه الشكر لإدارة المستشفى ممثلة بمديرها العام والمدير الفني على الدعم المتواصل الدائم للدولة التعليم الطبي المستمر، واللي دعمونك في هذه الدورة، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هيمن حيصات، فني وخبير جبس في عيادات العظام في المستشفى الإسلامي. نقوم في ورشة عمل في 22/11/2019 في تدريب الكوادر الفنية والأطباء المقيمين على كيفية عمل الجبس في مهارات علمية حديثة. وهذا بالنسبة للجبس الحديث، الجبس اللي هو داينيكاست أو سكوتش كاست، والجبسين الأبيض اللي هو بلاستر أوف باريس. في وضع الجبائر كيفية وضعها على اليدين والقدمين بطرق فنية حديثة. ويحتوي المستشفى الإسلامي على أمهر الفنيين على مستوى المملكة في وضع كيفية فنيين الجبس ووضع الجبائر ووضع الجبسين من هيب سبايكا اللي هو على الجبس الأسطواني واليدين والقدمين.